ماتشات النهارده. المجموعه الثامنه برضو غانا عملت جيم كبير جدا جدا امام المنتخب الكوري الجنوبي، وفوز غانا 3-2 النهارده، ماتش حلو جدا جدا رغم ان غانا كانت متقدمه 2-0. اقول لكم برضو الاهداف لمنتخب غانا، محمد سليسو ومحمد قدوس جابوا هدفين لمنتخب غانا في الدقيقه 24 والدقيقه 34 في الشوط الاول، لكن قدر المنتخب الكوري الجنوبي عن طريق تشو كو سيونج لاعب المنتخب الكوري الجنوبي انه يسجل هدفين ورا بعض مع بدايه الشوط الثاني في الدقيقه 58 والدقيقه 61، ولكن يعني كانت خلاص 2-0 لغانا، وكوريا الجنوبيه رجعت في خمس دقائق للمباراه بهدفين وتعادلوا 2-2، ولكن قدر محمد قدوس برضو لاعب المنتخب الغاني في الدقيقه 68 انه يحرز الهدف الثالث، ويقدر المنتخب الغاني البلاك ستارز او النجوم السوداء ان هم يحافظوا على الفوز والتقدم 3-2 لنهايه المباراه، ويكسبوا مباراه تاريخيه تاريخيه لداسون طبعا لاعب المنتخب الكوري الجنوبي اللي عنده اصابه في وشه وبيلعب بالماسك، لكن يعني قدر المنتخب الغاني ياخد 3 نقاط غاليه جدا جدا جدا. منتخب غانا انتوا عارفين ان كان غانا اتغلب المباراه اللي فاتت، فدي اول 3 نقاط لغانا في بطوله كاس العالم. غانا طبعا كانت غلبت من البرتغال المباراه اللي فاتت، وكده غانا عندها الاورجواي، الاورجواي المباراه القادمه. محمد قدوس لاعب غانا النهارده، مهاجم غانا اللي احرز هدفين، قال سنقاتل ضد الاورجواي للتاهل الى دور ال 16. قال لك سنقاتل. محمد قدوس هو اللي خد احسن لاعب طبعا، سجل هدفين النهارده وكان مؤثر جدا جدا مع منتخب غانا، وقال لك هنقاتل سنقاتل امام الاورجواي للتاهل الى دور ال 16. دي طبعا بالنسبه لمباراه غانا وكوريا الجنوبيه، وطبعا جماهير غانا فرحانه جدا جدا ويستحقوا بصراحه والله، يعني يستحقوا الفوز. دي النهارده في سوق واقف في الدوحه، احد الاسواق المهمه في الدوحه. طبعا المشجعين الغانيين فرحانين بفوز المنتخب الغاني 3-2 على كوريا الجنوبيه.